على التصحر، مظاهر التصحر، الأسباب متاعه الحلول بطبيعة الموضوعة والاتفاقيات اللي تشترك فيها تونس، علاوة على مجموعة من الضيوف والروبورتاجات اللي من خلالها باش ناخذ فكرة على مجموعة من المشاريع الرائدة في بلادنا في المجال البيئي، أولى فقراتنا وسعيدة جدا باستقبال مهدي عبدلي في فقرة الأكتو، أهلا وسهلا مهدي عسلامة منى مرحبا بك وبمتابعات ومتابعي البرنامج نحكيو بها مهدي اليوم باش نحكيو على الحدث الابرز اللي صار مؤخرا واللي يهم المجال البيئي على المستوى العالمي هو الكوب 28. أيه اليوم باش نحكيو على الدوره 28 لمؤتمر الاطراف للاتفاقيه الإطارية للامم المتحده حول التغيرات المناخيه اللي معروفه بالكوب. السنه الدوره 28 اللي استضافتها الامارات العربيه المتحده تحديدا في دبي. دونك جوست باش نرجع معك شويه بالهستوريك العام 92 وين منظمة الأمم المتحدة قمة الأرض اللي معروفة سوميد لاتيغ اللي في ريو دي جينيرو اللي خلينا نقولوا هي معناها حدث مفصلي في في التغيرات المناخية وفي الشأن المناخي بصفة عامة نعم. في نفس القمة هذه تم إنشاء الأمانة العامة للأمم المتحدة للتغيرات المناخية uh -huh. دونك الهدف الأساسي من القمة هذه هو كان تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري uh -huh. واللي هو يعتبر خلينا نقوله موضوع المفاوضات الدولية اللي قاعدة كل عام تصير في دولة في إطار المؤتمر في إطار الدورات اللي قاعدة تسير المؤتمر هذا uh -huh. دونك في كل دورة تكون المساعي حثيفة من أجل وضع حدود ملزمة خلينا نقول قانونا في الانبعاثات هذه ويبقى من بين أهم الدورات اللي صارت كيوتو عام 97 لا. واتفاق باريس سنة 2015 اللي هما كانوا أكثر نجاحا كيفاش نجحوا مناه نجاح فين نلمسوه نلمسوه معناها من خلال من خلال انهم هما كانوا اكثر الزاما يعني حيث وفقت جامعة الدول يعني المشاركة على العمل على خفض آه من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة آه مئوية دونك آه اللي يميز السنة دورة 28 خلينا نقوله على الصعيد العالمي مم هو إعلان آه رئيس الدورة 28 اللي هي الرئاسة عند الإمارات العربية المتحدة إلى اعتماد اتفاق حول التحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري هوني نحكيه على التزام دولي يعني آه نحو التخلي عن التدريجي على الوقود الاحفوري مشاركه تونسيه شركة تونس بوفد رسمي متكون من عديد الهياكل العموميه والخاصه والمنظمات الوطنيه زاد كان فما دي ستارتاب مشاركين وشركات ناشئه دونك الملف اللي يهمنا اكثر في المشاركه هذه هو كوفد تونسي هو التكيف مع التغيرات المناخيه خاصه تحديد هدف عالمي للتكيف معها دونك كيف كيف زاد تم تحديد حجم التمويلات المناخيه من بين اهم المواضيع اللي تحكيت في الكوب هذه هو الفينونسمون والتمويلات المناخيه خاصه نعم. اللي باش تنطلق ان شاء الله سنه 2025 نقطه اخرى هامه اللي هي زاد صندوق الخسائر والاضرار المعروف بلوس دامج مه. واللي تقرر تفعيله رسميا في قمه المناخ اللي انعقدت في دبي في دورتها 28 واللي يعتبر في حد ذاته خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل يعني خاصة كي نقولوا تمويل التوترات اللي موجوده معناها بين الدول الشمال ودول الجنوب و لو ليبر يعني الاختلاف في التوازن اختلي. بين نعم. دول الشمال ودول الجنوب، كيف كيف اعلنت الامارات العربيه المتحده مساهمتها بقيمه بمبلغ قيمته 100 مليون دولار في صندوق الكوارث المناخيه اللي هو مبلغ يعتبر مهم ومهم مهم للغايه هي. كيف كيف وساهمت الولايات في حين ساهمت الولايات المتحده الامريكيه ب7.5 مليون دولار في نفس الصندوق هذا، دونك اليوم خلينا نقولوا قمة المناخ هذه أصد الستار عليها لكن المقمة الجاية باش تكون فما تحديات جديدة باش تكون في جورجيا إن شاء الله دونك خلينا نقولوا احنا راو كتونس معنيين بدرجه اولى من المناخ المناخيه واكثر اكبر دليل على ذلك يعني الجفاف اللي عشناه السنوات الاخيره الحمد لله توا قاعده الامطار قاعده تتهات الحمد لله لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوا مواردنا المائيه نعرف كيف نعم. كيفاش نستغلوا نتحولوا من طاقه من منوال طاقي قديم الى منوال طاقي جديد يرتكز خاصه على الطاقات المتجدده كيف كيف زاد نحافظوا على البيئه متاعنا باش نحافظ نحافظوا عليها بسلوكيات بسيطه بان نغيروا معناها الكومبورتمون متاعنا نحو التفكير الايجابي والكومبورتمون اللي يكون ايجابي اللي في و. سبيل البيئه نتاعنا. يعني. شكرا لك مهدي هذا اللي نتمناه يعطيك الصحه بالطبيعه على معنا وان شاء الله تكون حاضر معنا الحلقه القادمه ان شاء الله من خلال فقره الاكتو احنا موصلين فقرات برنامجنا واستضافاتنا وبالطبيعه بعد لحظات باش يكون معنا مجموعه من الخبراء والضيوف باش نحكيو على موضوع حصتنا اليوم التصحر هو المؤتمر الأول لتثمين الموارد الطبيعية والرصد البيولوجي هو تنظيم مشترك ما بين أحنا في المهدية وما بين جامعة الباجي المختار عنابة المؤتمر هذا يأتي لتقديم البحوث وأهم نتائج البحوث وأهم التقنيات اللي صنعناها لها ووصلوا لها الباحثين الكل ثم مشاركين من عديد الدول معناتها من العالم في مجال خاصة المجال البيئي والمجال البيئي تعرفوا أنه الدول الكل اليوم هما عندهم معناتها مشاكل بيئية وثم حتى ماتها منظمات وثم جمعيات وثم مخابر بحث تخدم على الموضوع هذا الاطار التنظيمي لهذا المؤتمر جاء ثمرة للعلاقات اللي موجودة بين الجزائر وتونس على أعلى مستوى بين الوزارات التعليم العالي والبحث العلمي في في الدولتين وعلى غرار ذلك كانت اتفاقيات خاصة بين خمس جامعات رئيسية في الولايات الحدودية سواء في الجانب الجزائري أو الجانب التونسي في الغرب التونسي وهذا يظهر لما نتكلم على البيئة البيئة ما هيش حاجة في وسط معين ولكن نفس الامور والمشاكل والانشغالات اللي تعني الجزائريين والتونسيين هو هو نفس الشيء لا. لذلك ارتئينا ان ننظم هذا الملتقى اللي هو ملتقى تاسيسي ما قلناش الطبعه الاولى لهذا الملتقى اللي كان فيه برنامج وثري كبير الى درجه انه قلصنا العدد اللي درناه ولكن في النهايه كان عندنا اكثر من 600 اقتراح للمداخلات وفي ال 600 هذو خذينا تقريب 400 اللي فيها 250 مداخله عن طريق المعلقات و150 مداخلة عن طريق الشفاه ولا بطريقة شفهية. وهو مؤتمر تأسيسي لأول مرة ما بين تونس والجزائر عندي مداخلة علمية المداخلة هذه تتمثل في بما أنه المؤتمر حول التلوث وتأثيراته السلبية المداخلة متاعي باش تكون في جانب الحلول يعني احنا ما نتوقفوش في مستوى التلوث وتقييمه والأثار متاعه بل وإننا نلقاو حلول عن طريق أبحاث تكون القيمة والحلول هذه تكون صديقة للبيئة يعني نستعمل طرق تكون بيولوجية ما يكونش عندها تأثير سلبي بما أنه نعرف أنه استعمال المواد الكيميائية للتخاتمان معناتها في التخاتمان يكون, يكون عنده تأثيرات سلبية لذلك في المداخلة متاعي حاولت أنه نستعمل بكتيريا بكتيريا نستخلصها من المحيط الموجود فيه الملوثات وبالتالي تكون هي متاثره بوجود المواد الكيميائيه هذيك وتكون هي تستحملها وكذلك تسعى انها لتفكيكها. هي المشاركات هي تخص كل شيء. هي اول حاجه اهم التقنيات. لتحديد تركيز الملوثات واهم الملوثات الموجوده ما خاصه في المياه نخدمو خاصه على المياه وثاني حاجه هو التقنيات ايضا لمعالجه هذه النفايات اللي موجوده في المياه الملتقى عنده ابعاد كثيره اكثر من هذا لانه على جانب هذه المداخلات راح يكونوا دي زاتولي يكونوا ورشات هكذا عمل اللي راح نفكروا فيهم كيفاش مثلا راح نثمنوا هذا الاخر بمطبوعات مثلا جامعيه بتطوير علاقات اخرى لانه توثيق علاقات سواء بين الاشخاص سواء بين المؤسسات اللي ان شاء الله تمد الفائده لانه احنا ما نتوقفوش عند الجانب العلمي والجانب كيفاش ولكن التطبيق ولذلك الوالي تاع المنستير اليوم اللي شرفنا بالحضور تاعو اظهر الاعجاب نتاعو والاهميه اللي مدوها الحكومه التونسيه ولا الجزائريه لهذا الجانب لانه في الوقت الحالي رانا نتحدث على كلمه يقولوا لها الصحه الواحده وان هيلث اون معناها انه صحه الارض الماء الهواء صحة النبات الحيوان ولا الإنسان هي صحة واحدة وإذا كان كان خلل في واحد ما يكونش التوازن جيت هنا نعمل ملتقى شاركت فيه على الباراسيتامول والاثر تاعو على الانسان وعلى على الانسان سورتو سور لو فوا المداخلة متاعي هي هي مداخلة شفاهية بعنوان استخدام الحمض النووي كأداة مراقبة حيوية متقدمة للكشف على التلوث في 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 محيط المستشفيات دونك كما نعرف توا فما التلوث البيئي وليزيفليون اوسبيتاليي الكل كل عندهم تأثيرات على الانفيرونمون أولى استضافتنا في برنامجنا بالنسبة لليوم وللحديث على موضوع التصحر وظاهرة التصحر سعيدة جدا اليوم باستقبال الدكتور والأستاذ علي الخشناوي واللي هو بالطبيعة مختص في المجال البيئي وسعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم باش نحكيه على التصحر اليوم ما يخفاش علينا أنه 75% من الأراضي التونسية تتأثر بصفة كبيرة بظاهره التصحر لذا باش اكثر تفاصيل على الموضوع هذا معك سعلي اهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك شكرا آه سعلي اليوم التصحر هات نفسروا ما معنى تصحر وبعد ندخلوا في المظاهر نتاعو والاسباب نتاعو الله يبارك فيك هو التصحر حسب التعريف النهائي للامم المتحده هو تدهور التربه في المناطق القاحله وشبه القاحله والمناطق الجافه وشبه الرطبة آه، نتيجة التغيرات المناخية المتعددة ومنها التغير المناخي الملاحظ في معناتها آخر القرن العشرين وبداية القرن واحد وعشرين ثم الأنشطة البشرية نعم. هذا التعريف تعريف الأمم المتحدة للتصحر نعم. ومعناتها قلنا تدهور التربة أي. وسيادتك سؤالك يندرج في ان الاراضي التونسيه قاعده في تتأثر نعم. تندثر الى اخره نحن تو حاليا اذا كان التصحر في مفهومنا هو مقاومه الصحراء او مقاومه معناتها الرمال او تقدم الرمال فهذه ظاهره أرضية والصحاري موجودة تكون 35 مليون كيلومتر مربع من اليابسة في الأرض اللي هي مساحة اليابسة 148 مليون كيلومتر مربع ومساحة الأرض كلياً هي 510 مليون كيلومتر مربع فيها مساحات البحار 385 مليون كيلومتر مربع إذا تعتبر الصحاري الموجودة هي ربع اليابسة نعم ربع اليابسه وبالتالي الصحاري هي ظاهره جيوفيزيائيه مرتبطه بالارض ولا يمكن معناتها مقاومتها وهناك اماكن معناتها تتصحر اي تكون صحاري وعبر تاريخ الارض هناك اماكن اصبحت صحراء ولم تكن صحراء وهناك اماكن كانت صحراء وأصبحت خصبة نعم. هذه داخلة في التغيرات العامة للكوكب نعم. نحن الآن نعيش في مسألة التصحير على المساحات الفلاحية أي وأسميه التصحير الأخضر نعم. نحن حالياً في تونس قاعدين نزرع في زراعات كثيرة في أراضي حتى في الشمال أو حتى في أي مكان فيه الأرض نزرع فيها ونصرف عليها في ياسر مياه وهي مهجنة جينيا ونصرف عليها ونصحره في الطبقات الجوفية ونملحوا في التربة فهذا التصحر الأخضر اللي نحن ما فايقين به كسياسات قاعده معناتها تمشي وهو وهو داخل في المفهوم الدولي تدهور التربه نحنا نحن تو معناتها في الفلاحه قاعد التربه تتدهور عن التصحر الازرق انه عندنا نفايات في البحار ونفايات ثم ذبذبات في البحار قاعده تدفع ومعناتها الغطاء النباتي لقاع البحر يتدهور والبروتينات التي يصنعها البحر من الاسماك قاعده تضمحل شيئا فشيئا فهذا التصحر نعم. نحن قاعدين بطريقه التصرف فيها المناطق ديه. وتونس جايه بين المناطق الصحراويه والمناطق معناتها المطره ولذا يجب علينا ان نعيد ونراجع سياساتنا في مساله التصحر وفي مساله التصرف في الامكانيات قصدها معناتها هذا يعني الحد من التصحيح نعم هذا في الحلول لكن اليوم هات نشوفوا الاسباب المباشره والغير المباشرة لانه كما ذكرت سيادتك قلت فما عديد الاسباب تدخل في التصحر والا التصحير كما قلت انت واللي بالطبيعه تتاثر بها تونس وتتاثر به بلادنا وهي ظاهره معناتها طبيعيه وظاهره موجوده في العالم الكل هو نحن كيف نعالج كيف نعالج انفسنا في القطر في القطر اللي الذي نملكه ضمن معناتها الارض كامله نعم هذا مرتبط بشيئين نعم اولا الانخراط في مجهود مجهود دولي او مجهود عالمي نعم لمعالجه البيئه بصفه عامه وهناك مجتهدون اما معالجه معناتها الامتداد يجب علينا على المحافظه على البيئة اي المحافظه على المياه الجوفيه والمحافظه على التربه خاطر هو تدهور التربه التصحر هو تدهور التربه في اي مكان تملح التربه غير التربه ومش. في اي مكان نعم. يمكن ان تجد التصحر في في السويد تلقاه في تونس تلقاه في بنزرت التصحر هو يجب علينا المحافظه المحافظه بطرق ان لا نعطيها التسميد الزايد نعم. نعطي النباتات التي تطورت منذ قرون ومنذ آلاف السنين معناتها في هذه التربة وتعاملت نعم. مع هذه التربة، ثم أن يمكننا أن نعالج أن نعالج زحف الصحراء بكثير من النباتات التقليدية. اليوم نحن نحتاج إلى السدر في الصحراء لمقاومة زحف الرمال. نعم. يعطيك الصحة سعلي شكرا لك على حضورك معنا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا وان شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى في برنامجنا شكرا على كل هذه المعلومات وإحنا بالطبيعة مواصلنا فقرات برنامجنا واستضافاتنا تو باش نمشيو مع بعضنا نشوفوا تقرير الحقيقة من خلال وإحنا في برنامجنا كل مرة نحاولوا نسلطوا الضوء على الناس اللي قاعدة تشتغل في تثمين النفايات وفي تثمين كل ما البقايا اللي تنجم تكون عائق ولا تنجم تكون مصدر خطر على بيئتنا اليوم سعيده جدا انه نقدم لكم التقرير هذا اللي تعدونا لنا زميلتنا ايمان عبد القادر واللي من خلاله باش نكتشفوا تجربه الحقيقه حلوه برشا يقوم بها شاب تونسي من خلال تثمين بقايا الرخام تعلمت الصنعة شفتها في نابل وخذت ممكن شهر ونص باش تعلمت الصنعة والحمد لله توا صافي عندي ثلاثة شهور من اللي بديت نخدم وحدي نخدمو بالبودر نتاع الرخام نخدمو بالسيمان الأبيض بالشبكة ثم خلطة معناها نعملوها ونخدمه معناها الأشكال الكل لي دي ديمونسيون الكل هي الخدمة الكلها تكون أفخوة معناها الخدمة ما ثماش ما نستعملوش معناها ضو ولا الكلها باليد معناها ب... مانيوال فهمت الكل خدمة باليد وتحافظ على البيئة وحتى الـ الـ هم هما المحابس الفكرة متاع المحبس شنو هو باش نزرعوا فيه فهمت معناها الشجر ولا والنباتات متاع الزينة ثم زاد نباتات نجمون نستنفعوا منها ولا ثم دي اشجار زاد نستنفعوا منها <applause> فهمت كيما عندي توا برشا محابس كبار نجمو نزرعوا فيهم زيتون فهمت تكون زي حاجه مزيانه وحاجه باهيه توا نعيشوا في وقت اللي كبيره ثم تلوث كبير في العالم واحنا ممكن نساهموا بطريقه معناها صغيره إنو نحافظوا على البيئه هي اول مره الحق انا مغروم بالزرع ونحب النباتات ونحب خاصه نباتات الزينه حاجه معناها حاجه تشرى عليها وحاجه الناس الكل تعجبهم أه دونك جاتني الفكره بصراحه اني شفت معناها بوتونسيال في الخدمه هذه وفي نفس الوقت تكون معناها مورد رزق ليا ولغيري وان شاء الله تكبر انا عندي معناها افكار اخرى في نفس المجال بالضبط، وحتى مؤخراً معناها كنت نخدم محابس الصغار وبديت بشوي بشوي نكبر في المحابس وحتى إن شاء الله في المستقبل القريب نجم نزرع زيتونة ولا شجرة كبيرة متاع زيتونة في محبس، يعني تنوريك المحابس الجرة النابلية هي بالأساس. فمن زيتونة، معناها تنجم مثلا البونزاي متاع هو الزيتون بتاع ديكوراسيون وحتى الاستعمال العادي معناها اي مثل واحد عنده جنينه في داره وينجم تكون عنده زيتونه اتصلوا بي المندوبية الجهوية بولاية منوبة يعطيهم الصحة للصناعة التقليدية وشاركت عنا المعرض من 15 ديسمبر حتى 23 ديسمبر وهذه كانت أول مشاركة لي وأنا فرحان برشا وحتى عملوا معناها تكوين قبل في الكوميونيكاسيون في التواصل وفي المبيعات قبل معناها الدورة ما تبدأ وكانت معناها إضافة كبيرة لي وتجربة معناها الحق أنا ما كبادي في المشروع هذايا مبتدأ معناها تجربة باهية ليا إن شاء الله ثم شوية صعوبات لكن نحاولوا نتجاوزوها وانا الحق متعب ربي ننصح معناها اي انسان شاب ولا كهل ولا اي انسان ي... معناها ثم افاق كبيره لو فات انه يحلم بحاجه وينجم يحققها وانك تتعلم صنعه في اي عمر بمبلغ معناها مش كبير برشا تنجم تحقق معناها الاحلام نتاعك وتنجم تكبر يعني ما كل... كل حاجه معناها يعني نجموا نعملوها فهمت الحق حبيت حاجه اسمها محبس فهمتني خاصه انه صنعت اليدين الحق تتحب تحسها حاجه محسوسه تحس روحك بالحق تبدع تخرج في حاجه مزيانه على الاخر للناس الكل اللي كانت بدرجه اولى وللناس الكل فهمتني على ذلك الحق تغرمت بها يعني مش نقول غرام برسمي تغرمت بها 100% فهمت المحابس هذه هي حاجه تنجم تقول فطورات التونسي ونحن من واجبنا ان نعرف البطولات التي يعني تاعنا داخل تونس وخارج تونس والامارات الهدف الاساسي اختي يعني حتى كان تصوروا شويه انه اذا كل دار فيها نبته وبالتالي نحافظوا على البيئه على الاكسجين يكون نظيف خاطر نعرفوا دور النباتات يعني في الحياه هذه شنو هو دورها يعني بغض النظر حتى عن الناحيه الجماليه انها تحافظ على البيئه بدرجه اولى مواصلين استضافاتنا في برنامجنا نحكي بيئه وسعيده جدا باستقبال السيد عبد السلام قلالة واللي هو خبير دولي وفي الموارد الطبيعيه والتنميه المستدامه واليوم موضوع حستنا على التصحر اهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد السلام بارك الله فيك على الاستضافه مرحبا التصحر كنحطوه في اطاره نعم. الحقيقي عكس ما يفهم الناس التصحر يعني صحره وهجوم الصحراء لا نعم. التصحر عنده علاقه بتدهور الاراضي يعني تدهور الانتاج نعم. تدهور الانتاج الهدف هو الانتاج دونك تدهور الانتاج خاصه في المناطق الجافه والشبه الجافه وكذلك المناطق الرطبه مه. من جراء من عده عوامل العوامل كثيره لكن حددها الاتفاقيه الدوليه كما تعرفوا مه. في التغيرات المناخيه وكذلك التدخلات البشريه نعم. لكن هنا سؤال نتسالوا ما هي اشكال التصحر نعم. كيف يظهر لنا التصحر في الطبيعه التصحر البعض يقول لك صحراء، لا، احنا مكافحة التصحر باش نحميو الصحراء من التصحر. نعم. كيفاش؟ هذا خاطر بالحق هو يمكن المعطى هذا وقت تقولوا تصحر، نمشي طول الكثبان الرملية، ماهيش الكثبان لا الرملية. لا لا. نعم. هي الكثبان الرملية عنصر من العناصر. نعم. ثم الصحراء هي منظومة بيئية معروفة كما المنظومة الغبية كما كل المنظومات المعروفة. ولهذا احنا لما نتدخل مه. في الصحراء مثلا في الواحات لما نقيم الواحات نعم. لانه ما تنساش سيدتي انه الصحراء فيها امكانيات مائيه تحتيه هائله نعم. فيها بحورات تحت الارض يكفيك يعني اللي الميد المائية بين تونس والجزائر مه. وليبيا فيها تقريبا ستين ألف مليار متر كوب ماء نعم. هذه الطبقه المشتركه الميدة المائيه المشتركه بين ثلاث دول واللي اقمنا عليها كما تعرفوا مشاريع خلاقه كما مشروع ارجيم معتوق نعم. اللي الحقيقه في تونس غزينا الصحراء دخلنا للصحراء مم. وعطيناها ثمناها نعم عملنا فيها الوحات واقمنا المدن واصبحنا نعمل دقله النور وننجو في انتاج كبير مم. يعني هذا احنا زحفنا على الصحراء نعم. ثم التصحر في الانجراف وما ادراك ما الانجراف الانجراف المائي اللي نلقوه خاصه في وسط البلاد وفي الشمال باعتبار انه السدود الان لما الامطار تصب كما توا تجرف معها التربه لا. وحتى التربه كي في الاوديه نشوفوها حمراء هي حمراء بالتربه لكن مع الاسف هي التربه الصالحه للزراعه اللي نبداو 100 سنين سنين كثيرة مئات سنين، باش ترجع لأنها تبدأ غنية بالمواد العضوية، أكل التربة هذه الغنية تمشي للسدود، ولهذا عمر السد مرتبط. بالكمية الأتربة اللي تجي للسدود من جراء الأمطار مه. ولهذا يلزمنا كل مرة وممكن توما بعد نحكي عليه على التقنيات يلزم قبل كي نبنيو سد نفكروا كيفاش نحويو نحميو الحوض نتاع السد باش الماء يهبط صافي وما يزش معاه الأتربة وعندنا برشا سدود في تونس وغيرها اللي ما عادش نستعملوهم ما عادش فيهم ماء لأنهم تعباو بالتراب ما يكفيش التربة هذيك صالحة للزراعة جاتنا من من أراضي فلاحية وزيدت تسدنا السدود ولهذا تولي مضر نعم. ثم التصحر بالمفهوم آخر كذلك التملح نعم. عنا عدة أراضي إذا كان ما ناخذوش الاحتياطات ما يكفيش باش نسقيو مم. يعني حاجة احنا قلنا مستدامة شنو معناتها مستدامة يعني تاخذ الاحتياطات باش الأرض هذيك تبقى تنتج كما هي يلزمنا نتبعوا زادة ما يسمى بـ بالفلاحة المستدامة نعم. الفلاحة المستدامة هي الفلاحة اللي تأخذ الاحتياطات متاعك من أول من اللي تبعث المشروع يجب تأخذ الاحتياطات متاعك غرس الشجرة ما يكفيش نعم. القيام واحة ما تكفيش يلزم تحميها الواحة كذلك باش تعمل شجره باش تزرع الزيتون لازم تاخذ كل الاجراءات باش باش تحميها كما شنو مثلا اليوم المشاهدين يشاهدوا فينا يقول لك كما شنو مثلا نغرس انا اليوم انه باش نقاوم التصحر قاعد نغرس في الزيتون في اشجار الزيتون قاعد نغرس في الاشجار اليوم حتى من اجل زاد مقاومه التغيرات المناخيه لانه مهم برشا اليوم انه نرجعوا لغراس الاشجار هو فما تقنيات تقنية معروفة منذ القدم وما نقولش اللي احنا جبناها ولا هذا غلط نعم. لانه من السكان الاصليين نتاع تونس الامازيغ وكذا اعتمدوا عاشوا الجفاف، الجفاف ماهوش جديد ومشكلة التصحر ماهوش جديد أيه. وهكا علاش كي نمشي للجنوب التونسي في جهة مطماطة نلقاو الجسور نعم. نلقاو المصطبات الترابية هذيك موجودة منذ القدم ولعلمكم انه وهذا هو يعني كي تمشي تشوف اشجار الزيتون واللوز في بيئة في 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 أماكن التساقطات المطرية ما 100 ملم لكن تلقاها الزيتونة و وتعطي إنتاج أكثر من كان تكون في الساحل ولا في الشمال علاش هذاك؟ لأنهم استعملوا هاك الجسور الترابية حتى يتحصلوا على أكثر كمية من مياه السيلان ولهذا الإنسان كيف يزرع زيتونة كان يزرعها في 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 مطماطة نعم. للريح ما تجيب حتى شيء وتموت لكن هو قام بتقنيات باش يجيب لها اكثر ما يمكن فما مصبات يجيب لها اكثر ما يمكن من مياه السيلان وتقعد تتغذى العام الكل لا. هذا هو المفهوم كي نعمله هذه هي ما تسمى بالفلاحه الوقائيه او الفلاحه المستدامه او الفلاحه اللي تبع معناتها اللي تزيد في الانتاج بطرق اخرى نعم. ومعروف تو مثلا نشوفوا في صفاقس عنده تقنيات كبيره برشا خاصه في في الشعال تقنيات باش ينقصوا اكثر ما يمكن تبخر الماء هذه الأشياء هي أشياء ممكن أشياء بسيطة نعم. لكنها عندها وزن كبير في زيادة الإنتاج وفي مقاومة التصح نعم عبد السلام اليوم مهم كذلك نحكيو على مجموعة من الاتفاقيات المخرطة في الاتفاقيات الدولية المخرطة فيهم بلادنا وحبينا يمكن معك نأخذ أكثر تفاصيل على الاتفاقيات هذه اللي هي مهمة للغاية تبعنا كل الاتفاقيات خاصة القمة ريو جيرينو و والحقيقة نقول لك مكافحة التصحر أو الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر ما كانتش أولوية بالنسبة للدول لعده اعتبارات باعتبار انه برشا الدول خاصه الدول المانحه ما عندهاش مشكله التصحر بالمفهوم اللي حطيناه كانوا اكثر ماشيين في حكايه التنوع البيولوجي ثم لا. كذلك التغيرات المناخيه التنوع البيولوجي تعرفوا علاش لانه الادويه وكذلك المواد التجميل والغابات والمواد الغذائيه هي عندها علاقه بالتنوع البيولوجي المناخ والتغيرات المناخيه كيف وقعت كوارث طبيعيه خاصه في الدول المتقدمه كما امريكا امريكا ما من كانش منقره من الاولى في الاتفاقيه نعم الدوليه صحيح. أنا حضرت برشا اجتماعات ما ما كانتش لكن عرفت اللي فما الكوارث الطبيعيه دونك اعطوها الاولويه بالعكس الاتفاقيه مكافحه صحر كان وراها في ريو دي جينيرو دول شمال افريقيا عام 92 قمه الارض من ريو جينيرو ودول الافريقيه الان بالكاشف الاتفاقيه عندها علاقه دونك بالتغيرات المناخيه نعم. ومع الاسف نحن من جمله الدول التي تاتينا التاثيرات والمؤثرات السلبيه التغيرات المناخيه واحنا مش مسؤولين عليه. <تسجيل> آه هذا هذايا بالطبيعه اليوم قاعده تعيش في تونس والعديد من الدول الاخرى بالطبيعه مثلا كيف الانبعاثات الغازيه وغيره واليوم التطور التكنولوجي والا والا ويمكن اللي قاعد ياثر على خاصه الدول الكبرى والدول اللي عندها صناعات كبرى اليوم قاعده بصفه, بصفه كبيره تاثر على المحيط الكل وعلى البيئه العالميه الكل وعلى وجه الارض الكل اليوم شنية الحلول اللي بالطبيعه تنجم تخلينا نقاوموا التصحر بصفه فعليه بارك الله فيك على السؤال لانه خب... ما نخبيش عليك اللي لحد الان نعملوا في دراسات للتقييم نعم والناس كل تقييم الناس كل تحكي على الاسباب يا اخي اعطيني الحلول شنية الحلول اعطيني حل الحلول صعيبه شويه الناس تخاف منها كيفاش باش نقاوم التصحيح شنو هي الاسباب؟ علاش الاسباب لانه م... انه التدخل الميداني مم. فما تدخلات، ليت... علاش؟ لانه انا نقول لك حاجه خلينا نبداو من الاول اي آه يلزم الاعتمادات الماليه قبل كل شيء. الاعتمادات الماليه ولو انه تم وضع عدد صناديق للبيئه مم. لكن مع الاسف الدول نتاعنا ما تنجمش تحضر تعد مشروع مالي اللي يكون مقبول من عند الصناديق المموله. هنا يلزم فما خبره كيفاش يتم اعداد مم. اكل ورقه هذيك بروجي نعم. يلزم فما قدره ويلزم فما خبره نعم ثم كيف ناخذ الامكانيات الماليه هذه الاعتمادات بعد كي نجيوا نصرفوها في, في الميدان عناش المهندسين والخبرات اللي تنجم باش تصرف ناهيك نعم. انه المساعدات بصفه عامه في تونس يعني يجي وقتها المساعدات هذه متتمش صرفها وترجع للممول نتاعها من غير ما يتمسك لل... للمانحين للمانحين ما تمس نعم. معناتها يلزم تقويه الامكانيات نتاعنا حتى م... الإمكانيات الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات هذه او كذلك الهبات اللي تجينا في في المجال هذا خاصه في مجال مقاومه التصحر هو ينجم يكون حل ناجع اكيد استاذ طبعا هو حل 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 ناجع ما يلزمنا نحضروا رواحنا اولا نكونوا ممكن باش نجموا نتحصلوا على الموارد الماليه هذه الاضافيه في شكل مساعدات وانا يلزم فما ناس تعرف تناقش, تناقش تعرف تفاوض مهم برشا نعم. ثم كذلك في الصرف صرف الاعتمادات الماليه في في اماكنها ما يكشفيش انه الثمن ارتفع نعم الكلفه الفاوض. ارتفعت الكلفه ارتفعت وزيد كذلك الوقت طويل برشا هي هي مشكله يمكن الجانب الدوله لكن اليوم الجانب المجتمع المدني جانب المواطن زادة هل بامكانه انه هو بيدو يمكن اه بحاجات تكون بسيطه يقاوم هو من موقع التصحر. بارك الله فيك، الفلاح قبل كل شيء. إيه؟ كما ذكرت بكري يلزم الفلاح اشغال او منشات المحافظه على المياه والتربه تكون داخله في في شغله اليومي. نعم. ما يلزمش يزرع ويمشي يلزم هما يعرفوا الامور إيه؟ يلزم الفلاح يكون يدخل في عاداته الاشغال والتقنيات المحافظه على المياه والتربه ومكافحه التصحر. نعم. لانه يعرف اللي يراه هكا الشيء اللي باش يعمله عنده عنده آه معناتها كلفه لكن عنده ربح على مستوى على مستوى, على مستوى الارض والضيعه نتاعو ثم كذلك يلزم الجمعيات الجمعيات اللي عندنا والمجتمع المدني نعم. المدني تحسس يعني عمليه تحسيس مه. وعمليه الارشاد وعمليه المواكبه لازم ديما تواكبوا لانه ديما مثلا ناخذ مثلا ورب يفتح علينا بالمطر وكذا، يعني أكثر الأراضي خاصة الزراعات الكبرى م. في الأماكن المنحدرة نشوفوا اللي الحرث من فوق اللوطه يعني اه. حسب الانحدار هذاك كي تجي المطر باش تهز الطرب هذاك. يصير السيل. يعني باش تولي يعني مع مع الاسف باش تولي. مع السيول تهبط. مع السيول تهبط. مم. يلزم كذلك نعملوا إفوار ونكون نقنعوهم باش الحرث يكون حسب خطوط الاستواء كذلك قيام الاقامه اقامه المصابات المائيه. البنكية هذوما في الاراضي هذه آه، اقامه كذلك الـ الـ الحواجز الحجريه في الاوديه باش نقصوا من قوه ضغط الماء ونشدوا اكثر ما يمكن نواصلوا في عمليه ما يسمى بالبحيرات الجبليه اللي هي زادة كيف كيف تنقص الضغط وكذا يلزمنا نحافظوا يعني يلزم كل على كل ارض قطعه ارض صغيره نفكروا فما ميكرو فما ماكرو فما ميكرو <applause> على مستوى الضيعة يلزم الفلاح يقوم وكذلك ماكرو اللي هي الدولة أنها تقوم بالأشغال الكبرى المائية كما إقامة المقود في الوسط وكذلك المسقات في الساحل الزيتون نعم. والجسور في الجنوب والبنكينات كما قلت لك المصابات تقوم نعم. بالأشغال الكبرى لأنه يلزم فما تكامل بين بين الاثنين باش نعم. نجموا نحافظوا وإحنا أرضنا تونس أرض معناتها خصبة نعم. كي نحافظوا عليها نعم لازم نحافظ عليها. عليها, اي هذا السؤال اللي كنت باش نختم به معاك طيب. سي عبد السلام هو هاي كيفاش ترى واقع اليوم الارض معناتها في تونس هل انه اليوم ظاهره التصحر تخوف هل انه اليوم معناتها نجم نقولوا نجم نقولوا مشينا في الخط الاحمر او لا مشينا في الخط الاحمر نعم. احنا نقولوا الان في للأسف. العام نخرجوا نخسروا حسب مم. الدراسات 25 ألف هكتار من أراضي الخصبة وأنا نقول لك نوصلوا حتى ال 40% نعم. إذا كان زدناهم التملح والبني كذلك خل البناء وإقامة المدن ناوي. في أراضي كتشوفوا كيفاش كانت قبل سكر أرض في الأحياء نعم. وذاك نوع من التصحر ناوي. يلزمنا نخطوا وين نبنيه يعني وين نعرفوا وين وين استراتيجية واضحة يلزم تكون استراتيجية متكاملة مشاركين فيها الناس كل ما نجيش نبنيو يعني معقول توا أراضي فلاحية أحسن أراضي الفلاحية واللي نبنيو فيها معقول هذا ما يجيش فما استراتيجية ويظل فما فما نظرة شمولية فيزيون سينوبتيك نظرة نعم. عامة ونكون المخطط تشارك فيه كل الوزارات وكل الخبراء وماذا بنا زاد آه الخبراء نتاع تونسي اللي باش تكون خبير نعم. في ولا تغيرات المهندس يخرج مهندس نعم. يخرج انسان يفهم يلزم فما كذلك نعت... تدرب تدرب شكرا لك يعطيك الصحه استاذ عبد السلام قلل على كل هذه المعلومات القيمه وعلى حضورك معنا شكرا لك الحقيقة استمتعنا برشا بالمعلومات هذه القيمة اللي قدمتها وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في برنامجنا إن شاء الله من خلال موضوع جديد يعطيك الصحة بالطبيعة إحنا مهم برشا نواصلوا بالطبيعة عملنا وتوعيتنا وتحسيسنا لسادة المشاهدين بأهمية البيئة وبأهمية اليوم دورنا كمواطنين كفاعلين كمجتمع مدني كدولة كذلك من أجل بيئه افضل وباجل ومب... ح... جوده الحياه احنا تو باش نشاهدوا مع بعضنا تقرير من خلاله باش نشوفوا مبادره بتبيعه في حمايه السلحفاه السلحفات البحرية هي كائن بحري مهم جدا في توازن المنظومة البحرية وجوده في البحر هو علامة على سلامة البحورة متاعنا والشطوط متاعنا السنوات الأخيرة والعقود الأخرى السلحفات البحرية ولات مهدده بالانقراض على خاطر الصيد العرضي تلوث تغيرات المناخية لكن هي تلعب دور هام كما قلت في المنظومة هذاك علاش يلزمنا نستحفظ عليها ظهورها في وجودها في تونس علامة على نقاوة المياه نتاعنا وتوا ظهورها في شط لغضابنا هو علامه جيده جدا للمحيط البحري وللبيئه بصفه عامه وللانسان ولهذا اليوم الاعلامي حبينا نوريو فيه النتائج اللي لقيناهم في موسم تعشيش لسنه 2023 شط لغضابنا اللي هو شط ممتاز شط تحب ذو البحريه وهذا يعني علامه على سلامه الشط هذا يعني. النتيجه هي اللي تفرض روحها وخلتنا نعمل اليوم الاعلامي هذا اللي طلع الدور المهم اللي تلعبه الصحافه في التعريف بالعمل التشاركي اللي صار بين المجتمع المدني بين السكان المحليين وبين المؤسسات العلمية الممثلة في المعهد العالي علوم تكنولوجيا البحار اللي نتيجة كبيرة متاع 30 عش أول مرة نرصد وجود 30 عش للسلحفاة البحرية في منطقة غير جزر القورية اللي هي حاجة مهمة برشا حاجة علمية نبنيو عليها في شاطئ من الكل قناة وهذا تخلينا نخدمه في المستقبل على إمكانية رجوع السلاحف البحرية على التعافي متاع الإيكوسيستام على التعافي متاع المنظومة البيئية الموجودة واللي خلينا نزيدوا نخدموا أكثر على الشطوط نزيدوا نكتشفوا أكثر نزيدوا نحافظوا أكثر خاطر السلاح ديما دورها مهم وهي اللي تعطينا مؤشرات على سلامة البيئة البحرية متاعنا. احنا بدينا من 2017 مع جمعيه ازرق الكبير اكتشفنا اول عش و كانت تجربه باهيه السيزون اللي فاتت عملنا تجربه اكثر من 30 عش وكانت موسم بامتياز المحافظه على السلحفاه تصير وقت اللي نلقاو سلحفاه سورتو البحاره وقت اللي نلقاو السلحفاه تشدت في الشباك فما طريقه لتخليصها والارجاعها للبحر باش ترجع بسلام وما تبلعش الماء وما خاطر هي ما تتنفس في الهواء لو كان تقعد مده طويله في الغزل في الماء تموت بطبيعه الحال كذلك نستحوذ عليها كيف ما تطيشوش البلاستيك على خاطر هي السلحفاه تاكل البلاستيك تعتبره الحريق قنديل البحر دونك كيف تبتلع البلاستيك تصير لها تنال وتموت آه هذا زاد مش كان للسلحفاة البحرية للكائنات البحرية الكل وحتى للأسماك الدور آخر زاد هي تحافظ على الثروة السمكية متاع الأسماك متاعنا على خاطر كيف تاكل هي الحريقية الحريقية ما تاكلش صغار الأسماك دونك هي البحار اللي لازم يفهم الشيء هذا كيف كيف العموم الشعب يفهموا السلحفات هي اللي تستحضرنا على المخزون السمكي السلحفات البحريه هي بار معناتها اللي هي يقع حمايتها بالقوانين الوطنيه ثم زاد اتفاقيات اقليميه ودوليه اللي تونس منخرطه فيها لحمايه السلحفات البحريه وهذه من بينها اتفاقيه برشلونه اتفاقيه برشلونه اللي تعمل عن طريق البروتوكول للمناطق المتمتعه بحمايه خاصه والتنوع البيولوجي عندها خطه عمل لحمايه السلحفاة على مستوى البحر الابيض المتوسط، وكما قلت الخطه هذه فيها العديد من من معناتها اللي يجب ان يقع معناتها تنفيذهم على المستوى الوطني لكن كذلك على المستوى الاقليمي، خاطر اليوم اون سبيس معناتها كيبدا عندك سبيس مارين مهاجره اي لا وزادت تهاجر من بلاد لبلاد لازم تتضافر الجهود معناتها ما كان حمايتها مثلا في تونس بر وهذا الدور المركز نتاعنا الدور انه هو يحط الاشخاص هذه الكل حول نفس معناتها الهدف وهي حمايه السلحفات البحريه في منطقه تعشيشها في زاده لي غوت نتاعها خاطر هي مهاجره كما قلت هو حيوان مهاجر مشاهدينا نصف <applause> نهاية برنامجنا بالنسبة